إن الليالي العربية لم تكن يوماً أظلم مما كانت هذه الليلة، ولا أحد كان يدرك مدى الظلمة التي تنتظرنا بعد أن تخلت الكلمة عن وقارها وصارت مجرد حروف عارية تتراقص على إيقاع جسد. إنه أسى ملايين المشيعين، تذرف الدموع والآهات من كل أنحاء العالم. فلمن هذا المشهد الرهيب؟ لم يكن لزعيم أمة أو لرئيس لأكبر إمبراطورية، ولكن لأعظم وأكبر من هذا وذاك. إنه الصوت الشرقي في كل منزل عربي، يلتف حوله الجميع وتتراقص على موسيقاه الصبايا. صوت ألف وحدة قومية بمفرده. ثومة، كوكب الشرق، الست أم كلثوم.